السلام عليكم مشاهدي ومتابعي جريدة صوت العدالة أينما كنتم داخل وخارج المغرب، كنتمنى تكونوا بخير دائما. نجدد الترحاب بكم مرة أخرى من بوابة الأطلس المتوسط مدينة الحاجب. نحن هنا لننقل لكم بالصوت والصورة الدورة التكوينية حول موضوع مستجدات القضية الوطنية وأدوار الشباب في الترافع الأدبي والرقمي بخصوص قضية وحدتنا الترابية، القضية التي تهم كل المغاربة. إذن مشاهدينا الكرام، لمعرفة التفاصيل لنتابع نحن وإياكم هذا الروبورتاج، ابقوا معنا. الترحاب للوفد المكون للجهة المرافق للسيد الرئيس، وأدعو لهم بالتوفيق والسداد في أداء المهام التطوعية والوطنية، كما أرحب بالحضور كل باسمه. نظمت اليوم الجبهة الوطنية للشباب من أجل الصحراء المغربية الدورة ديالها التكوينية الأولى ما بعد انعقاد المؤتمر الوطني ديالها الثالث اللي كان في يناير بالرباط، واخترت مدينة الحاجب على اعتبار أنه يعني في إطار انفتاحها على الشباب على المستوى الوطني. كانت دورة يعني متميزة من حيث المواضيع اللي تناقشات خاصة متعلق باللبنات ديال الترافع اللي ممكن أنهم يمتلكوها الشباب، والأدوات والآليات والمرتكزات الأساسية اللي ممكن أنها تساعدهم في الترافع الإيجابي بخصوص القضية الوطنية العادلة هي قضية الصحراء المغربية والترافع. طبيعة الحال هذه لأول مرة اخترت مدينة الحاجب، وعلى أساس أنه غتوسع يعني المجال ديال الانخراط ديال الشباب داخل هذه الجبهة الوطنية، وعلى أساس أنه غتضرب لهم مستقبلا واحد المجموعة ديال اللقاءات في إطار دورات تكوينية من أجل تفعيل يعني عن قرب لهذه الآليات اللي تم اليوم يعني الطرح ديالها في هذه الدورة هذه. حضروا معنا جوج ديال الدكاتره متخصصين في المجال، الدكتور بالحداد المشهود له بالكفاءه والوطنيه العاليه وفي الدفاع عن القضيه الوطنيه، بكون انه ملم يعني بحقيقه النزاع المفتعل حول قضيتنا الصحراء المغربيه. كان ضروري انه يستمعوا له الشباب لانه خزان حقيقي بالعديد من الوثائق والمعطيات والارقام حول هذه القضيه هذه. كيف شفتوا كان يعني تتبع يعني المهم للشباب، وكان تفاعل ايجابي مع كل يعني القضايا اللي تطرحات في هذه الدوره. بسم الله الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. نتواجد في مدينه الحاجب، مدينه العطاء، مدينه النضال والوفاء، مدينه الوحده الترابيه، مدينة لأن اللقاء كان اليوم حميميا ومفصليا مع شباب هذه المدينة من خلال النبش في تاريخ المغرب الحيائي الأمجاد واستحضار ما قام به الآباء والأجداد دفاعا عن الوحدة الترابية. حاولنا من خلال هذا اللقاء الجمعوي لنضفي صبغة وطنية، صبغة أكاديمية، وصبغة روحانية لاستحضار تاريخ الصحراء المغربية وما قام به السلاطين العلويين، لنعيش أحرارا كراما في كنف هذه الدولة التي ناضلت وما تزال تناضل وستبقى تناضل عن هذه الوحدة الترابية. أعطينا بالحجة والبيان العديد من الأمثلة التاريخية والضاربة في عمق التاريخ عن مغربية الجذور ومغربية الصحراء ومغربية والارتباط والولاء والوفاء على مدى عدة قرون لتعيش المملكة المغربية العلوية مرتاحة طيبة بكل مناحي الحياة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. أعطينا فرصة موثقة تاريخيا بالوثائق لهؤلاء الشباب ليترافعوا في المنصات الترافعية دفاعا عن الوحدة الترابية لإظهار الحق وإزهاق الباطل والرد على خصوم الوحدة الترابية بالحجة والبيان وبالعلم النافع. شكرا. نائبة رئيس الجبهة الوطنية للشباب من أجل الصحراء المغربية وأيضا ناطقة رسمية باسم الجبهة الوطنية، اليوم كنتواجدوا بمدينة الحاجب من أجل دورة تكوينية في إطار تمكين شباب حول آليات الترافع، ترافع بطبيعة الحال بالنسبة للقضية الوطنية. الآليات تهم يعني الوثائق التاريخية وأيضا الوثائق القانونية اللي غادي تمكنهم من الترافع الرقمي داخل وسائل التواصل الاجتماعي. ارتأت أيضا الجبهة الوطنية للشباب من أجل الصحراء المغربية أنها تنطلق سنة 2023 هذه الدورات من مدينة الحاجب
لاعتبارات عديدة ودلالات تاريخية اللي وضحوها الأساتذة الأجلاء اللي جاوا ينوروا شباب وساكنة مدينة الحاجب من أجل أنهم يتعرفوا أول مرة كنجيو كجبهة وطنية شباب من أجل الصحراء المغربية، باش أننا نقوموا بالدور المانوط بالجبهة ألا وهو يعني تأطير وتكوين الشباب. وحنا اليوم جد سعداء أننا كنلتقيو بساكنة وشباب هذه المدينة الغالية على قلوب جميع المغاربة. وحنا أيضا ما غاديش نتهاونوا من أننا نقدموا جميع الوسائل اللي كانت الوسائل القانونية والوثائق وندلوا بها. وبطبيعة الحال الأساتذة الأجلاء هما خبراء في القضية الوطنية، ما بخلوش بالمعلومة للشباب، وحنا متواجدين في أي لحظة أننا نجيو كعنصر نسوي أو كجبهة يعني كشباب يعني بصفة عامة، أننا نمكنوا هاد الشباب من آليات الترافع حول الصحراء، القضية يعني قضية جميع المغاربة وليست فقط قضية الصحراء والصحراء. النشاط اللي جابنا هذا الموضوع اللي هو مهم اللي خصنا نناقشوا بمعين. غمام رئيس الجبهة الوطنية للشباب من أجل الصحراء المغربية، احنا اليوم بمدينة الحاجب بصدد انطلاق مسلسل للدورة التكوينية التي تنظمها الجبهة الوطنية للشباب من أجل الصحراء المغربية من أجل تمكين الشباب وشابات مدينة الحاجب من آليات الترافع التقني سواء على المستوى الأدبي أو الرقمي. اليوم كان لقاء مع مجموعة من الأساتذة المختصين أكاديميين باحثين جامعيين من أجل تمكين هؤلاء الشباب من معطيات تاريخية حقيقية ومن تواريخ حقيقية تؤكد سيادة المغرب على كامل ترابه، تؤكد السيادة الدائمة للمغرب منذ تاريخ القديم، وتؤكد مجد المغاربة وشموخهم في النضال من أجل تحصيل سيادتهم الترابية في مواجهة خصوم وحدتنا الترابية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، معكم أخوكم خالد اليزيدي كاتب إبن مدينة الحاجب بوابة الأطلس. تشرفنا اليوم بحضور أعضاء الجبهة الوطنية في رئيس سي نور الدين حداد اللي جاوا بطبيعة الحال على مستجدات أو مناقشة الأول مرة فورماسيون مدينة الحاجب بطبيعة الحال من هذا النوع الشكل الوطني. وكان لقاء تواصلي فعال براغماتي مصطلح المنفعة والمصلحة بطبيعة الحال على مناقشة قضية الصحراء، وفعلا الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، ونحن بطبيعة الحال كجنود مجندين وأصحاب الجلالة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأبناء مدينة الحاجب نفتخر بمغربيتنا وبصحرائنا. وشكرا على السيد عبد الفتاح اللي كان اصلا مشرف في مسيره اخرى عن حزب الحزب اللي كان السن ديالو الاهداف لم يتجاوز 15 سنه تقدم من زعما تسامح. السيناريو الروستي مستشار جماعي، احنا اليوم ديالك عندك ضروري
الاعتراف سي نبيل نبيل والسي اشرف ولا شكون اللي كاين واحد من الوقوف المكتب الوطني سي اشرف السناوي ما بعيدش على ما بعيدش على الحاج هو من مدينه زيدلت نبيل عضو المكتب الوطني سي نبيل الوسطي مستشار جماعي احنا اليوم ضيافه في المجلس الجماعي جبتو الشكر السيد الرئيس والساده المستشارين على الاختيار اليوم القاعه